بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل اي حاجه كده، الشهاده لله والحق يقال، يعني كاس العرب زقت القناه دي زقتين ثلاثه انا ما كنتش متوقعهم بصراحه. ليه؟ لان انا واحد زي اي حد في الوطن العربي، لم اكن اعلم اي شيء عن كاس العرب، يعني بصراحه كده ما اعرفش اي حاجه اسمها كاس العرب. بس هم قالوا لي في بطوله كاس العرب هتلعب في قطر، المنتخب المصري رايح يلم له قرشين من قطر. قلت والله كويس، ادينا هنعرف نطلع كسبانين من اي بطوله اي حاجه. بس المشكله بقى في كاس العرب ان هي عطت فايب غير طبيعي، اللي هو تحس كده ان جمهور يعني خد حماس زياده على اللزوم بسبب كاس العرب، اللي هو يا جماعه منتخب الجزائر بالمنتخب الثالث جه خد كاس العرب ورجع. طيب ده ما بيقولكش ان المنتخبات العربيه اللي كانت في البطوله ضعيفه جدا؟ لما منتخب الجزائر يجي بالفريق الثاني او بالثالث وياخد البطوله هو قوي قوي، بس احنا مالط، يعني معنى ان هو جه بالفرقه الثانيه وخد البطوله هو قوي ويحترم، بس احنا مالط، اللي هو ده جالك بالفرقه الثالثه وخد البطوله، اللي هو بس بسم الله ما شاء الله بقى بدانا نحاول نحط احنا حته ان خلاص يا جماعه منتخب الجزائر بطل افريقيا وبطل كاس العرب بالفرقه الثالثه، هيروح يجيب افريقيا بشوال في الكاميرون. افريقيا ايه بشوال؟ طب ايه علاقه افريقيا بكاس العرب بان احنا قاعدين نلعب بطوله كده مع بعض كده وفرحنا بحوار الاناشيد مع بعض؟ ايه الحوار اساسا؟ ايه اللي كده على جنب البحر يا بيه؟ لا ما احنا عندنا بقى هنا اللي هو بسم الله مش تاخد الباكج كله على بعض. مش انت خدت كاس العرب بالبدلاء؟ هديك معاهم كاس افريقيا هديه يا باشا. هناك في افريقيا دي حقيقتنا، حقيقه قارتنا الجميله. الكرة اللي ما بتمشيش على الارض دي ما بتمشيش هناك في افريقيا، هنا بتمشي سلكان والملاعب هنا حلوة. قطر هنا دفع كتير وعاملة كتير علشان خاطر تخلي البطولة ناجحة. البطولة بتتلعب في اوقات معينة كده جوه اليوم علشان تحس ان المباراة مثالية بالنسبة للعيبة كلها. انما مثلا لعب اللي انت استراحت الدور في قطر، اللعيبة بتاعتي مش تلعب كرة خالص، لعيبتي مش ده قطر اساسا هتعمل كاس العالم في الشتاء علشان الصيف عندها لا يطاق. فقطر مغيره من قوانين كره القدم لاجل الاموال، فهم لاجل الاموال حسوك ان كاس العرب دي كان لها اي لازمه، اللي هو يا جماعه كاس العرب دي بجد قشره، دي اشتغاله، دي مش دي الحقيقه. هتروح هناك الكاميرون مش هتلاقي الكلام ده. احنا اساسا كمنتخب مصر ما كناش عايزين نروح الكاميرون، ولا احنا ولا منتخب المغرب اللي هو بالصلاه على النبي كده سامو لقيته مش مستعد والاتحاد الكاميروني مش مستعد. لما كنا بنقول كده اخواننا الجزائريين يقول لك يا لهوتيني، كل ده عشان احنا المرشحين الاول للبطوله، كل ده عشان احنا المرشحين الاول للبطوله. يا عرب يا بيقول لك ايه، يا عرب يا بص، هم كانوا بيتكلموا على غيره وحاقدين وكارهين وهنفضل تاجر راسكم. لا يا عم استنى يا عم اهدى معايا كده، الناس مش مستعده لاي حاجه وهيغرونا كلنا في الهواء، كلنا رايحين في الهواء سوا مع بعض، اهدى. يقول لك لا 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 انت غيران وحاقد عليا. يا ابني استنى يا ابني، كاس العرب دي مش حقيقيه، انت مش هتروح هناك تاخد البطوله وترجع بيها كده، في مشاكل في الارضيات بتاع الملاعب، في مشاكل في التنظيم هنقابلها. انا هقف مع سامو لقيته، يا عم سامو لقيته كدابه بيشتغلنا، انا هقف مع سامو لقيته. الفيفا بترخم علينا ومش عايزانا نلعب البطوله، احنا هنقف مع سامو لقيته، اقف مع سامو لقيته، اكمل مع سامو لقيته. انتوا خاينين، هتفضلوا طول عمركم خاينين للعرب وللقاره. طب والناس اللي ما خانتش سامو لقيته عاجبها الوضع دلوقتي؟ يعني الناس اللي ما خانتش سامو لقيته وكانت رايحه هناك يعني عامله حسابها ان احنا هنلاقي بطوله جميله ولذيذه والحياه حلوه، يعني مرضيين دلوقتي؟ هل حد راضي بالاجواء اللي احنا عايشين فيها في الكاميرون دلوقتي؟ قلنا يا جماعه الضغط اللي على اللعيبه هيخلي البطوله حمل زايد بدنيا عليهم. موضوع انك تلعب بطوله في شهر واحد في نص موسم ده ظلم للعيبه المحترفين اللي اساسا اتهلكوا في الدوري الانجليزي وبيتهلكوا في دورياتهم قبل ما يجوا لنا احنا قارتنا الجميله. فاحنا دلوقتي المحترفين الافارقه او المحترفين العرب اللي موجودين في الدوري الانجليزي اللي هو افضل دوري في العالم جايينك مهلوكين، مش هيكونوا قادرين يقفوا على رجليهم. انت غيران مني، انت غيران مني وحاقد عليا ان انا خدت كاس العرب. يا ابني عمي ايه علاقه ام كاس العرب بكاس الامم؟ نهدى شويه ونهدي الكلام مع بعض. البطوله لازم تتاجل، لازم تتلعب. اتلعبت، مبسوط دلوقتي؟ مبسوط باللي حصل دلوقتي؟ طيب مبسوط بجد والله؟ يعني انت كان نفسك البطوله تتلعب عشان خاطر تاخدها، ليه؟ لان الاعلام قال لك ان انت خدت البطوله خدت كاس العرب بالفرقه الثالثه، فهتروح هناك تنهي وكلهم المغرب، فكلهم عايزين البطوله تتاجل عشان انت ما تكسبهاش، اللي هو بتصدق انت الاعلام ده صح؟ يعني بقى لك 50 سنه بتصدق الاعلام اللي بيكذب عليك ده، جيت صدقته دلوقتي لما بيقول لك كلام ايجابي، اللي هو لما قال لك دلوقتي تاخد البطوله وكلهم غرانين منك يبقى عنده حق.
لا بس لما رحنا هناك يعني بسم الله ما شاء الله، اللي هو ما نعترفش بقى ان احنا غلطنا، يعني ما نعترفش ان احنا سنونا سامو ليطو على الفاضي، لا معمول لنا سحر يا بيه، القارله كلها بتكرهنا يا بيه، اللي هو يا باشا ما قلنا لك سامو ليطو كدابه والملعب مش جاهزه وحالته من هنا ب 60 نيله، وانت صدقت سامو ليطو وما صدقتناش، احنا قلنا لك البطوله مش هتكون كويسه، ونقف مع بعض كده وقفه رجل واحد وناجلها. قلت له انتوا خونه، بس لما رحنا هناك عرفنا ان الخونه دول طلعوا كانوا بيفهموا واحنا اللي ما كناش بنفهم ومضحوك علينا. جات لنا الجعره بتاع سامو ليطو بتاع هعمل احسن بطوله في تاريخ افريقيا، وريجيم قال لك هنعمل احسن بطوله في افريقيا، وفي الاخر عملوا اوحش ضحكه في افريقيا، عملوا اسوأ بطوله في تاريخ افريقيا. وفي الاخر الناس كانوا بيقول لك ايه؟ والله هتكون بطوله ناريه، ناريه ازاي طيب؟ بطوله في نص موسم. في نص موسم، انت عارف يعني ايه بطوله في نص موسم؟ يعني اغلب اللعيبه اساسا مفرفرين، اغلب اللعيبه عايزين ياخدوا راحه بدنيه لانهم مش قادرين، فانت جاي تعمل لهم كاس امم افريقيه؟ ده انت عديت مرحله التهريج. ليه بقى سامو القطو عايز يبقى زعيم وعايز ياخد البطوله؟ وفعلا كمان شكلها بالعك ده ممكن تاخد البطوله. وسبحان الله يا اخي، يعني مصر والمغرب هم اللي كملوا، ما تعرفش ازاي، يعني ما تعرفش ازاي مصر والمغرب هم اللي كملوا، بس مصر للامانه يعني احنا كده كده معادنا مع كوتيفوار، هنروح ونسيب الكاميرون ونسيب كوتيفوار والمغرب يلعبوا مع بعض. انا كمصري رحت خدت فلوس من قطر وجيت هنا الحمد لله رب العالمين، الضغط عند المدير الفني عالي بالنسبه لي، وكل الناس ما كانتش طايقه اقل سكوريش مره واحده بعد كاس العرب، قال له يا جماعه دي بطوله وديه يروح يجرب زي ما هو عايز، لا ده لازم يكسبها. المغرب بقى الناحيه الثانيه قالت لك عمرو بطوله وديه نروح نلعب باللعيبه المحليه، وراحوا لعبوا باللعيبه المحليه. المشكله بقى ان هم قال لك ما نجيب اللعيبه المحليين دي في المنتخب الاول، اللي هو ده انا مش رايح اشارك بالفرقه لا عشان كده. طب تونس بقى، تونس زي حالتنا كده، نروح ناخد لنا قرشين من قطر وراجعين بس، ثقه بقى. ومنذ الاكبر ما لناش دعوه بالكلام الفاضي ده، ومنذ الاكبر وصل النهائي وصدق نفسه بقى ان انا مدير فني كبير ووصلت نهائي كاس العرب يا اسطى، دي بطوله وديه. وبعدين ما انت مغرق ام الفرقه في الفاينل، يعني الجزائر لعبت عليك ماتش واستاهلت ان هي تطلع كسبانه، وطلع تقول لي ان انا قوي يابا، انت كنت بتلعب بالفريق الاول وكان بقى الفرقه الثالثه ومع ذلك خسرت. لا 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 لا، بس انا عملت انجاز للوصول للفاينل، انجاز وصول لفاينل في بطوله وديه، انجاز يا ابن المفتريه، وصول لفاينل ايه بس؟ في الاخر يقول لك ايه؟ كاس العرب كان ليها مزايا، هي يمكن كان ليها مزايا عندنا ان القناه بتاعتي كبرت، انما انا عمري ما اعترفت بيها كبطوله جيده، ولا بطوله كانت ليها ثمار، ولا كانت ليها حاجات ناجحه، والدليل اللي احنا بنشوفه في كاس الامم الافريقيه، ان احنا كنا بنشتغل نفسنا، بنلعب بطوله كده يعني خمس سته مع بعض، واول ما ربنا ما كرمنا ورحنا افريقيا لقينا الوضع مش هو اللي احنا كنا حاسين بيه خالص، يعني مش دي قطر، مش دي الملاعب، كرة بتمجريش هناك، في حاجه غلط. لا ده مش في حاجه، اللي كان في حاجه غلط كان هناك في قطر، هنا حقيقتنا يا باشا، اللي هو انت رحت عند واحد صاحبك او رحت عند واحد معرفه عنده فيلا، قعدت هناك في الفيلا وصدقت ان الفيلا دي هي الحياه المستمره، بس لما رجعت بيتكم رجعت الزريبه تاني حسيت ان في حاجه غلط. يا باشا هو ده بيتك الحقيقي، ده ما كانش بيتك، ده كان زياره كده اخويه لقطر. وبعدين قطر كانت بتعمل كده للعالم كله ان انا مستعده لتنظيم كاس العالم، برضه كانت بتعمل كده عشان تنسي الناس موضوع العماله اللي كانت في قطر، فقطر كانت بتعمل كده عشان حاجات كتير، انما موضوع كاس العرب كان اشتغاله بصراحه، بالنسبه لي كان اشتغاله، وعمري بعترف بيها ان هي بطوله قفلت اي حد. يعني معلش، يعني لو عجبك الفيديو بعد كل ده فانت برنس، لو ما عجبكش بقى بعد كل الطاقه السلبيه الجميله اللي خدتها على الصبح دي فرايك احترم برضه.